يا شيخ يدلوا الحمل. مش قد الكلام يا واد، هتبقى قد الحمولة؟ اتكلم على قدك. وربنا لسه مديك عمر، خليها تاجي منك وقول لهم يدلوا التلاليز بالذات. والله يا ولد الصبية، عشان ما عرفش اسم ابوك مين، لو عرفت انا مين وانت بتكلم مين لنزل بيك فرسك تحت الارض. رميت عمتك بالزيفي، واللي تحتها كرامة للشيبة نسيبوه. دلي الكروجة يا ولد اللي اسمي ولد الجبل. حل صح، ما هي المرة اللي ما تردش الباب حرس قوي من ولدها. امي جابت سبع باصص لكلب لئيم مستخسر فيه الموت، لحلق بارك بدي. قال لي كبير. واه، ما كل الرجال عتتجوز تنين وتلاتة. اتحشم يا شمش. هم الهمامية كده، كيف هم الحريم؟ اقطع الحديد. حاضر. ما سيبيه يتجوز يا صالح، او يحايل ابوه ويتجلع شوية، والسن ما عادش زي الاول. انا شارت عليه. ما تتجلعيش قوي يا صالحة، وخلي دورك يفض. واه، دق علي بيت اخوي؟ ولا بيت ابوك ولا بيت اخوكي. ما تعجليها يا شمش. انا عقلة واحدة يا شيخ اسماعيل، وعشان تصدق اكتر انا اللي هخطب له. كده انت اختي وحبيبتي، انا رايح المجلس. سلام عليكم. عمتي انت لليس ايه؟ خد نفسك وتحدد زي الناس. عفريت وانت عفريت يا شيخ العرب، وجع العمة وفرر قدامه 10 عبيد وجر التلاليس وخفي زي العفريت. اللي ما يحميش تليسه يبقى تليس. انا اكلم كبيرك العاقل. وكبيرك قبل ما اكون انا كبير اي حد. لما الشيخ سلام يتكلم تسكت، واللي ما يحميش تليسه تليس. يعني ايه؟ يعني انت ملزم بيهم. كم تليس هم؟ 20 يا شيخ العرب. يكونوا عندي 30. 20 حقي، وخمسة عشان جبان، وخمسة مرضية للشيخ سلام. طب واللي نهبني؟ ليه روجة وصرفة، لكن اللي جاب الراجل يبقى كده يا يحل. توكل. السلام عليكم. يا شيخ العرب، يقولوا نصرت قطع طريق على ولد عمك. أنا ما أحبش الني، واللي ياخد مني غلاية هجيبه يا عيسى، لكن يبقى راجل جاي من غير عمة ويبقى كيف الحريم ما نصرفوش. السلام عليكم. مرحبا يا شيخ اسماعيل، قرب مطرحك. مرتك عندنا، هي واختك شمش هيخطبوا لك. ربنا كبير ومطلع، يكفينا شر كده الحريم. صالحة عاقلة زي اخوها، عاوزين نزوره صالح بيه في الجنجة. وماله؟ وقاطع الطريق اللي في زمامي ما هنسيبوش، عاوزه خلال ايام يجوا تحت رجلي تحمي الغلة وتعديها في طريقه، ومع الغلة رجالة رجالة. فاهم؟ ما حدش يعرف جحره فين. اللي ملوش باب لجحره يرميله لقمة يطلع الشمس. اعمل كذا جهة، كل 3 ايام تطلع الغلة من جهة. يحصل. عايزين ننظف زمان عشان نلوم التانيين. ما مكلناش من امبارح. يا ولد اصبروا، وفرج الله زمانه جاي. من امبارح تقول فرج الله جاي؟ من امبارح ما شفناش حد. يما زعلانين يما. يا ولداتي دلوقتي الوكل ياجي. يا ولداتي فرج الله قريب، عمره ما يطول. فين الوقت ده يما؟ زمانه جاي. مين؟ مين؟ أنا فرج الله يا حجة. أنت مين يا ولدي؟ أنا فرج الله يا حجة، والغلة دي ليكم. سلام عليكم. اتفضل يا عم فرج الله، دوم مستنياك من بدري. كله بأوانه يا ولدي، كله بأوانه. أشكرك يا أهم حاجة يا بنت عمي تنجيها زين. دليني من فوق راسك يا شمش، هتاجي معايا تاجي من غير غز. اسمع الكلام، أنا مع غزكير. همام دلوقتي عاوز ولد،
واحنا نجيبوا له المعون اللي فيه الواد. معون لا اكتر ولا قل. معون اول كلامنا نصلوا على النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل. صدق الله العظيم. رتب يا بولس المشاكل حسب الحاضر قبل التاني. غزالي الامير. تكلم يا ولدي. بايت هنا من امبارح يا شيخ العرب. خش في اشكالك. ولد عمي جنابك في بهجوره حامد الهوال اشتريت منه 3 قراريط ونص وسددت الثمن بالكامل وما فيش تمكين وانا فقير وهو عزوه ومسنود بيكم وزاقين الزل والهوان. فين دليلك؟ الختمه اهو والورقه اهي. اكتب يا بولس. الى والد عمنا المحترم الشيخ حامد الهواري بعد السلام عليه لم يخفاه ان اسمك ايه؟ غزال الامير. غزال الامير اشترى ولزم التمكين والامر كله من اوله لاخره لينا ولم لك دعوه. اسمع كلام الحاج احسن لك. الفقير همام والجوسف احمد. الهي يا شيخ همام. اسكت ولا كلمه. خدت الارض يا غزالي محصولها قال تليس واحد على العم الاول ترجع لنا الارض. توكل. عبد الرحيم مزين. يا مرحبا يا مرحبا بالكبيرة مرت الكبير. ده احنا زرنا النبي. عليه افضل الصلاة والسلام يا نبي. حصلت البركة يا ست شمش. الله يبارك فيك. خد يا بنت جوام للحاجة صالحة والحاجة شمش. لا يا دوب مسافة ما نشرب القهوة. ده كلام والله ما ينفع تكسفينا يا بنت عمي فول داخلة. مين عندك يعمل الغداء؟ انا عندي 3 بنات ربنا يديك يا رب. متامنة وزينة وصابر. ربنا يبارك لك فيهم وتستريهم. جوزتي حد منهم؟ اه متامنة وزينة وصابر. اها تعالى يا صابر تعالى حب على ابن ستك صالح. حبيتك العافية يا حبيبتي. حبيتك العافية. حبيتك العافية. البت نخشة وعليها حلوة. يبقى بالإذن يا أم البنات. مسرع بدري بدري من عمرك إن شاء الله تتكرر. السلام عليكم. يا مرحبا يا مرحبا. كملت كام سنة؟ 19 سنة يا حاجة صالحة. ما شاء الله ما شاء الله ربنا يحرسها. عتمشي حافية ليه يا حبيبتي؟ رجلك مشروحة؟ لا يا مرة عم من جرح ولا حاجة من واحد. وريني يا بنتي. واحمة واحمة ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. خشي يا حبيبتي قعدي مع اخواتك. رجلها حلوة من الكومة. نشربوا شربات بدرية يا مون ولاد بالإذن. ما بدري يا حجة صالح. بدري من عمرك يا حبيبتي.